بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا الدكتورة فاطمة العياري، استشارية الطب النفسي بمجمع إرادة والصحة النفسية بالطائف. اليوم راح نحكي عن موضوع مهم جدا، وهو اكتئاب ما بعد الولادة، لأنه هو موضوع بيمس 10-20% من النساء أثناء الشهر الأول ما بعد الولادة لأسباب متعددة. إذا أحسيتي بأعراض مثل الحزن الشديد والرغبة في البكاء طول الوقت، مع فقدانك للنوم ولشهية الأكل وللتركيز، مع عدم الرغبة في القيام بأشياء كنت بتحبيها وحسيتي أنه أنت مقصرة مع نفسك أو مع مولودك الجديد، وحسيتي أنه عندك أفكار سوداوية، فعليك أنك تراجعي دكتورك اللي أنت متعودة عليه، لأنه هو بيعرف يعالجك أو بيعرف يوجهك للمكان المناسب، أو تراجعي دكتور الصحة النفسية، لأنه هو هذه أعراض اكتئاب ما بعد الولادة ولازمها علاج. في انتظار موعدك مع الطبيب النفسي، في أشياء مفيدة ليكي بتساعدك لازم تعرفيها وتسويها. أولاً احكي على جواكي وأي أحاسيس بتجيكي للي حواليك، لأنهم بيفهموك وبيساعدوك. كمان لازم تحرصي أنك تكوني محاطة بناس بتحبيهم وتثقي فيهم، لأنهم بيساعدوك انت وكمان بيساعدوك في الاهتمام بالمولود الجديد عشان تاخدي فترات راحة لك انت. ثانيا اطمني لان هذا المشكل بيتعالج لو انت رحتي للمكان الصح، وان شاء الله بتتشافين وترجعين زي اول واحسن كمان، وترجعي تهتمي في نفسك وفي مولودك الجديد من غير اي شعور بالذنب. ثالثا نامي كويس بالليل لفترات كافية، واحرصي انك انت كمان تحاولي تنامي خلال فترات النهار لما يكون ابنك نايم، لانه هذا بيساعدك على تجديد نشاطك وعلى قدرتك في التكيف مع الوضع الجديد. درس الرياضة وخاصة اللي تساعد على الاسترخاء مثل اليوغا، المشي، السباحة. حافظي على اكل متوازن وخاصة على الوجبات الرئيسية، لأنه هذا بيساعدك في الحفاظ على توازنك الجسماني. احرصي أنه أكلك يكون متوازن، فيه كثير فيتامينات وكثير بروتينات، وحافظي على كميات كويسة من السوائل خاصة السوائل الدافئة، واجتنبي المنبهات. احرصي أنك تحضني مولودك وأنك أنت تحافظي على الرضاعة الطبيعية، لأنه هذا بيخلق عندك شعور بالتوازن النفسي والرضا عن النفس، وبيفيدك انت وبيفيد مولودك كمان في المحافظة على توازن النفسي. أشياء أخرى ممكن تفيدك زي الاستماع للموسيقى والاسترخاء، وإنك تبعدي عن نفسك شعور إنه أنت مقصرة خاصة في حق مولودك، لأنه أنت أكيد أحلى أم وأشطر أم، وراح تتعافين لما تتعالجي وتتبعي نصائح دكتورك. إذا حسيتي إنه الأعراض زادت عليكي وخاصة الأفكار السوداوية، ما لازم تستني الموعد، ولازم تراجعي في أقرب وقت في طوارئ الصحة النفسية عشان تبتدي العلاج، ودمتي بخير.